خلينا نروح لهذا التقرير. أطلق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المرحلة الأولى من مشروع كايرو بايك. وانتوا عارفين اتكلمنا هنا على المشروع ده. كايرو بايك هو مشروع الخاص بالدراجات، وده مشروع الحقيقة رائع. ده هيكون أول منظومة للدراجات اللي بتهدف فيها استخدام يعني التقليل من ان احنا نستخدم العربيات أو السيارات. انتوا عارفين الزحمة شكلها عامل ازاي، وكمان بنقلل فيها من التلوث نفسه. مصر اللي بتقيم أو على أرضها يعني قمة للمناخ، قمة 27 للمناخ القريبة جدا في الشهر المقبل بإذن الله، هي كمان بتحاول تقدم وسائل آمنة ووسائل كمان صديقة للبيئة. والعجلة أو الدراجة صديقة جدا للبيئة والزحمة والصحة وكل هذه الأشياء. النهاردة بيتم افتتاح لهذا المشروع، تعالوا نتابع هذا المشروع. لين أعود وألتقي معكم بعد فاصل قصير ونستكمل باقي فقرات الليلة من التاسعة، أرجوكم ابقوا معنا. مشروع كايرو بايك هو مشروع أكبر نظام مشاركة دراجات تقريبا موجود في مصر، لأن هو عبارة عن 45 محطة في نطاق وسط البلد والزمالك. بيقدر ياخد العجلة من محطة ويركنها في أي محطة تانية قريبة من الشبكة. وعندنا نوعين من الاستخدام، الاستخدام عن طريق الابلكيشن بتاع دونكي ريبابليك ده، بس بيدفع عن طريق الفيزا، يا اما عن طريق الكارت المسبق الدفع ده، بيملى استماره على الموقع الالكتروني بتاعنا kairobike.net، وفي خلال 48 ساعه بتجيله رساله ان هو يقدر يجي يستلم الكارت، سواء من مكتبنا او بالتنسيق معاه لاقرب محطه ليه، بنسلمها للمندوب والمندوب بيسلمها له. احنا النهارده بنفتتح نص المشروع اللي هم 250 عجله بيغطوا 26 محطه في نطاق وسط البلد، وبيغطوا الميادين وبيغطوا محطات المترو وممشى اهل مصر. بيبداوا من القصر، من اول شارع القصر الفرنسي العيني لحد نهايه رمسيس، ومعانا ميدان لازوغلي لحد الاوبرا. المشروع طبعا يعني تحفة، لأن هو من أوائل المشاريع اللي بتتعمل، وبتعمل زي بايك لين هيكون موجود في القاهرة وهيبتدي يدخل على الزمالك. وإحنا المكتب اللي عامل الديزاين، ف يعني إن شاء الله ده هيكون موجود في كل القاهرة، وهنحاول نوصله بممشى أهل مصر، وهيبقى مربوط بوسط البلد، وهيبقى موجود في كذا مكان بعد كده ان شاء الله. زي ما شفنا هو مشروع ضخم جدا، فكرته بقت من 2016، وانا فخوره جدا ان اكون من التيم اللي عمل ديزاين للموضوع ده وان شفته بعيني. الفكره كلها ان احنا بنحاول نربط الاماكن ببعض ونقلل ازدحام الاماكن ونقلل البولوشن والتلوث في البيئه. وزي ما سياده الرئيس بادر بان البايكس والعجل دي اهم حاجه ومواصله صحيه جدا، فبدأنا بالفكرة دي والحمد لله شفناها قدام عينينا دلوقتي.